الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. اليوم سبت، عندنا مواضيع كثيرة منذ الأربعاء لحد اليوم. راح يعني أكيد راح نختار أهم تلك المواضيع التي شغلت بال المدينة وأهلها. اليوم يرافقني رأفت. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. أكيد راح نتناول بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، وأكيد مثل ما عودناكم في كل حلقة علينا أن نوحد الدعاء من أجل المرضى والجرحى الراقدين بالمستشفيات العراقية نتيجة ما حدث من ظروف مأساوية على مر الأيام الماضية، وأيضا ندعو لشهداء العراق الأبرار الذين سقطوا أيضا في الأيام الماضية. ما ننسى أنه أبناء جيش الأبيض الباسل اللي أيضا عندهم معاناة كبيرة جدا، وما زالوا لحد هذه اللحظة هم يقدمون الخدمة وعلى السواتر الأمامية لمواجهة جائحة كورونا، ومن ثم التحقنا بجائحة الفطر الأسود، وإن شاء الله ما تكون جائحة. لا تذكرنا بها. خلينا نبدأ بالعناوين اليوم. للأسف إعادة العمل بالحظر الجزئي، راح نحكي بتفاصيل أكثر عن الموضوع، وراح يكون عندنا أيضا سكايب من بغداد حتى نعرف التفاصيل، هل الناس معه أو ضد. يعني طبعا تعرفون هذا الموضوع كلش مهم، وتعرفون أنه موضوع كورونا وهسه إجانا الفطر الأسود، ويعني وضع يعني غير طبيعي. نعم. وأيضا انقطاع التيار الكهربائي في أحدى مستشفيات أو في مستشفى النجف الأشرف. نعم. وهذا أيضا بعد ما صرحوا وزارة الكهرباء بتوفير الكهرباء في الأيام الماضية. طيب، راح نروح إلى البصرة، وإنفلونزا الطيور تعود من جديد بعد ما كانت صلاح الدين هسه حاليا في البصرة، وراح نحكي أكيد بتفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع. الله بالخير مرة ثانية. احنا اليوم عندنا مجموعة من المواضيع، مو بس اللي شفتوها بالعناوين، وإنما عندنا هواي من المواضيع. خلينا نبديها. طبعا الناس لحد الآن متخوفة من الفطر الأسود، والفطر الأسود سحب البساط من كورونا. لا تنسون كورونا لحد الآن موجودة وبقوة، هناك أعداد بالآلاف تصاب يوميا، وعندنا وفيات، فلذلك ما عندنا يعني عندنا طريقتين هسه للخلاص، يا أما الوقاية أو اللقاح. الناس اللي ما مقتنعة لحد الآن باللقاح المفروض هي تبقى ملتزمة بالكمامة والإجراءات الوقائية، بس أنا ما أشوف يعني حقيقة من تشوف المقاطع أو تشوف الصور. هذا سابقاً أنه كانت الناس ما عير أهمية لموضوع اللقاح ومتخوفين من عنده بسبب بعض الشائعات اللي انطلقت من شركات اللقاح نفسها والحرب ما بين بعضها، لكن صح. بالوقت الحالي أنه أغلب الناس يبحثون عن اللقاح، لكن للأسف الكميات قليلة جدا، ومواعيد الحجوزات أصبحت طويلة جدا، والانتظار صعب كل هذه الأمور على المواطن اللي هو بأمس الحاجة لأخذ أحدى جرعات اللقاح اللي موجودة عندنا في العراق، إذا كانت فايزر أو السينوفارم أو الأسترازينيكا. وهذا الموضوع أيضا مهم جدا علينا أنه اليوم نطرحه أمام الجهات المعنية حتى يجيبون أو يستوردون كميات أكبر من هذه اللقاحات حتى تدخل للأراضي العراقية وفي كل المنافذ المخصصة لوزارة الصحة العراقية. لكن لملاحظة بسيطة جدا، أنه جائحة كورونا هي مو جزء، أو الفطر الأسود هو مو جزء من جائحة كورونا، هذا وباء مختلف عن هذا، وبالتالي لهذا أسبابه ولهذا أيضا أسبابه بشكل آخر راح نتحدث عنها. لكن أنه بالوقت الحالي مواضيع مهمة جدا، وموضوعنا الأول اللي هو من العاصمة بغداد، والبعض أو مو البعض بل الأغلب سكان المدينة أنه بدأوا يضوجون من موضوع إعادة الحظر الجزئي والعمل به، وبعد ما قررت الجهات المعنية بالسنوات عفوا بالأيام الماضية أنه ذكروا أنه خلص راح يلغي الحظر التجوال الجزئي وترجع الحياة الطبيعية في بغداد، نتيجة ما تم من اجتماعات داخل اللجنة المخصصة للطوارئ في بغداد. لكن هالمرة رجعت وأصحاب المحال اشتكوا بشكل كبير جدا، لأنه معاناتهم زادت نتيجة هذه القرارات المجحفة بحق المواطن العراقي، كون أنه صاحب المحل هو لازم يعزل الساعة بالتسعة ليلا، وهذا أيضا صاحب الملك والملك لله أنه أيضا ما راح يتساهل وياهم في موضوع الإيجار أو تقليل الإيجار. احنا أكيد نسولف بتفاصيل أكثر، وراح يكون أدنى لايف من بغداد ويانا سجاد.
سجاد ويانا من بغداد راح. اهلا ازل اهلا رافد. حياك الله. حياك الله. طيب خلينا نروح احنا نشوف سجاد مع اكيد ازل. مثل ما تعلمون قرر مجلس الوزراء يوم امس باعاده حظر التجوال مره اخرى في بغداد. يعتبر هذا الحظر التجوال جزئي طبعا بسبب ارتفاع عدد كورونا، وهذا الاعداد وهذا الحظر عفوا من الساعه 9 مساء وحتى الساعه 5 صباحا. ازل كثير من المواطنين واصحاب المحلات يقول لك انه انا راح ينقطع رزقي بهذا الشيء، ليش 9 بالليل؟ ليش ما يبقى اكثر الوقت؟ مثل كردستان وغير محافظات. اليوم استياء شعبي كبير يا ازل في منطقه الكراده وفي العظميه وفي اغلب المناطق بسبب حظر التجوال الجزئي. طيب سجاد انت وين حاليا بس فقط خلينا نعرف سجاد اذا تسمعني انت وين حاليا متواجد في بغداد؟ نعم انا حاليا متواجد في الكراده الشرقيه. طيب الناس موجوده مستمره اعتقد 8:30 تبدي تعزل لانه يا دوب توصل مو صح او قبلها. نعم أزل بعد الساعة 8:30 مساء تطلع الدوريات وغلق كل المحلات حتى محلات الأسواق أو بقالة وإلى آخره، كل الكل يتم غلقه الساعة 9 مساء يوميا على مدار أسبوع بعد ما انفتح الحظر لمدة أسبوع. قاموا بإرجاء الحظر مرة أخرى. أزل بجانبي أحد المواطنين من أهالي الكرادة ومن أهالي بغداد يريد يعبر عن رأيه حول هذا الموضوع. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. تم رجعوا مرة ثانية سووا الحظر. شكرا لكم وشكرا لكادر الاستوديو. هي المسألة ليست مسألة الساعة 9 أو الساعة 10 أو الساعة 8، لكن هل القرارات هذه مدروسة؟ أنت من تعطي منع الحظر وتسكر أو بالمعنى العراق تعزل الكازينوهات والمقاهي والمطاعم، هؤلاء يوجد عمال لديهم عوائل لديهم ارتباطات، أنت لم تعوض هؤلاء. يعني لدينا مثل بالعرب بالجنوب يقول له باقة لا تحلين خبز لا تلمين اكل لما الشبعين، زين انت لا تعوضه وتعزل المقهى او تعزل المول او تعزل، هذا ليس صحيح. المفروض تفكرون، نحن 40 مليون نسمه لم ياخذ اللقاح سوى 600 ألف، اذا يجب التفكير ان يكون في هذه النقطه ليس بنقطه انت تعزل المحلات والمقاهي والمطاعم وهؤلاء لديهم هذا على رزق العالم. نعم هو انت ابو المقهى من تعزله يقول للعامل روح ما اعطيك اليوميه كامله، زين هذا عنده عائله، عنده مصاريف، عنده ايجار، عنده، اذا المشكله لا يوجد لديها حل. لماذا؟ لان الحكومه لم تكن جاده بايجاد حلول، انا لا اقصد خصوصا خليه الازمه والصحه، يجب ان تجد الحل، عندما تمنع يجب ان يكون هنالك حل، عندما الحال يعوض هؤلاء. وحتى بالقوانين قوانين الدولة بالضمان الاجتماعي اي عامل ان حدث له مكروه لا سمح الله يعوض. اذا انتم لا تعوضون، لا تعطون للمواطنين وتفرضون للحظر الساعة 9، سووا 12، شنو الاشكال؟ هي العالم تتحرك. وبعدين للحظر سيدي الكريم فقط في محافظة بغداد، جميع المحافظات وبغداد. طيب ليس سجاد هو تمام. بس سؤال سجاد اذا تسمعني سجاد الك والضيفه، لا يوجد حظر والمناطق الشماليه لا يوجد حظر. طيب سجاد وانما فقط في بغداد وفي مناطق محدده من بغداد. هذا السؤال هل القرار يطبق على الجميع؟ يعني في بغداد هل القرار يطبق على الجميع؟ لو هناك مناطق تلتزم ولا تلتزم، يمكن المواطن هو حكاها يطبق على الجميع. يعني اسمعك سجاد، في مدينه الصدر لا نشاهد حظر تجوال جزئي، في الشعلة لا نشاهد حظر تجوال جزئي، في كاظمية كذلك، إنما فقط على الكرادة، المنصور، العظمية، فقط على هذه المناطق. طيب أعتقد أكو مواطنين يردون أيضا يدلون بي يتم غلق كل المحلات، لكن نعم. باقي المناطق الشعبية طيب ما نشاهد هذا الشيء. طيب ممكن أنه نسمع بعد آراء المواطنين، أكو خلفك من يريد أن يدلي ب نعم. رأي. تفضل يا مستاذ. تفضل يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ اليوم اكو استياء شعبي خصوصا في منطقة الكرادة وفي العظمية والمنصور بقرار الحظر الجزئي. الاستياء الشعبي ليس فقط في منطقة الكرادة وإنما في معظم أنحاء الدول العربية تقدر تقول وبعض دول العالم. بالنسبة مرحلة الكوفيد 19 أو ما يسمى كورونا تكونت ثقافة تامة لكافة الشعوب عن هذا المرض، فالذي يصاب بهذا المرض يستطيع اما ان يحجر نفسه صحيا. سجاد اذا ما اذا تسمح لي احنا عندنا وقت سجاد، بس ممكن انه داخل بيته ومنزله، نعم.
أو نعم. يستطيع أن يبلغ بس فقط إحنا خلينا في بغداد، هل يطبق القرار على جميع؟ خلينا نختصرها إحنا لأن صوتنا إحنا أهم من أصوات العالم، كل العالم رتب أموره ترى. جزء من بغداد، جزء من بغداد، جزء من بغداد، لأنه بعض بغداد خصيصا مناطق شرق القناة نستطيع أن نقول لا تعترف اعترافا كليا بمسألة الحظر الجزئي. أنا أشكرك جدا. العفو. حبينا أنه نوضح للمشاهد أنه هذه يعني ليش عدم التزام؟ لأنه هاي مناطق شعبية بحاجة إلى المعيشة، وحاجة المعيشة تتطلب من السؤال الأخير باختصار. نعم. أصحاب المحلات يشكون من هذا الموضوع؟ كل أصحاب المحلات هم يشكون من هذا الموضوع ومستائين يعني جدا من هذا الموضوع. وضحت الفكرة سجاد، احنا نشكرك شكرا جزيلا لك ولكل من ادلى بصوت اليوم ورأيه. احنا حاولنا سجاد اكرم مراسلنا، انا اشكرك واشكر طبعا المواطنين اللي ادلوا بآرائهم، شكرا جزيلا. احنا بس ردنا حتى لا يقولون القرار يعني في اهل المدينة هم فقط ادلوا برأيهم، احنا ردنا نقول للجميع يعني من يضع مثل هكذا قرارات احيانا نقول متخبطة لان كورونا ما اعتقد من 9 لل 5 راح تكون هي تفتر بالشارع، هي كورونا موجوده وصار لها اشهر، المفروض عندنا خطط بديله. دراسه القرارات المتخذه بالوقت الحالي، هذه أكيد. الجائحه لو نفرض انه حسب تصاريح بعض العلماء اللي موجودين في مجال الصحه سواء اذا كانوا في الولايات المتحده او حتى في المملكه المتحده، قالوا انه ممكن انه راح يكون عندنا كوفيد 23 صح. كوفيد 26 صح. وكوفيد 30. طيب اذا احنا استمرينا لفتره 10 سنوات مع الكوفيد تمام، شنو الحلول اللي راح تتخذها الجهات المعنية بالعراق؟ ما أعتقد أنه راح يكون هناك حلول سريعة لهذه القضية، والمفروض أنه نتعامل معها بشكل منطقي، يا أما أنه نوفر اللقاحات كاملة لأكثر من 20 مليون مواطن عراقي، أو أنه نخلي الوضع على ما هو عليه وخلي الإصابات تزيد حالنا حال بقية الدول اللي لحد هذه اللحظة ما عرفت تسيطر بأي شكل من الأشكال على جائحة كورونا أو كوفيد 19 أو حتى كوفيد 20. هذه المواضيع علينا أن دراستها مرة ثانية، لأنه إحنا اليوم كواقع صحي نعيشه بالعراق مرير لدرجة كبيرة جدا، لازم أنه نتحمل دراسة هذه القرارات وبالتالي نعيدها مرة ثانية حتى لا تكون مجحفة بحق بعض المحافظات أو سكان هذه المحافظات اللي لازم تنفذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة واللي هي الآن موجودة في المركز. أيضا نبقى في الواقع الصحي المرير والقرارات المجحفة بحق هذه الشريحة المهمة من أبناء الشعب العراقي اللي هم راقدين داخل المستشفيات العراقية. تحدثنا أكثر من مرة حول أنه على الأقل تأهيل الواقع الخدمي الصحي اللي موجود في المستشفيات العراقية مرارا وتكرارا تحدثنا فيها، لكن للأسف أنه كل ما نحكي يطلعون بأعذار جاهزة أنه إحنا اليوم كوزارة صحة ما قدرنا نستلم المخصصات اللي هي مكتوبة لنا ضمن موازنة العراق لهذا العام. أكو بعض المستشفيات اللي هي كانت تقدم خدمة علاجية لكل المرضى الراقدين ولكل أنواع الأمراض، لكن بسبب هذه الجائحة تحولت مرضى أو عفوا مشفى مخصصة لحجر المصابين بكوفيد 19. لكن رغم هذا الألم اللي هم دي يعيشونه، الحكومة الجهات المعنية أو دائرة الصحة لحد هذه اللحظة أنه هي ما قدروا أن يقدموا لهم الخدمة بشكل جيد حتى يتعافون بشكل سريع ويرجعون لمنازلهم. هذه الصور اللي نشاهدها أنه بعض الراقدين بالمستشفى اللي هم مصابين أيضا بكوفيد 19 بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر لهذه الأيام، أنه بدأوا يلتجئون للأرصفة للأماكن اللي هي خارج البناية المخصصة للمستشفى، بالتالي ساحات أو الحدائق اللي موجودة وبعض الأرصفة اللي افترشوها المرضى. هذا الوضع لو حدث في أي دولة كانت، شنو اللي كان ممكن يصير أو شنو الإجراء اللي يتخذونه بحق المقصرين؟ والمقصر هنا أنا وزارة الكهرباء وليس وزارة الصحة العراقية، لكن وزارة الصحة العراقية المفروض تكتب بطلب رسمي وترفعه للجنة الصحة النيابية، ترفعه لرئاسة الوزراء بالعراق حتى على الأقل أن يعالجون هذا الموضوع وما يكررون انقطاع التيار الكهربائي في المستشفيات إذا كانت في النجف أو في غيرها من المحافظات العراقية، كون أن هم يتألمون وآلامهم ومعاناتهم كبيرة جدا، مو فقط المرضى بل حتى الكوادر الطبية اللي تتعرض للاعتداء المستمر من قبل بعض المرافقين للمرضى، وأيضا بسبب التقصير والإهمال اللي نشوفه منذ سنين ولحد هذه اللحظة.
ما تفاجأت أنا بالصور، احنا متعودين على هذا الموضوع دائما. نبقى في وزارة الصحة، نروح للبصرة وإلى مستشفى الموانئ، وترك جثة طفل أمام الثلاجة لأنه صاحب يعني المسؤول عن الثلاجة قافل الثلاجة ورايح، وترك الطفل بشكل، راح نشوف احنا المقطع، يعني احنا لأن طفل يعني ما عارف شلون التعامل احنا عندنا، يعني ولو احنا الناس العدلين ما حد مهتم بيهم، فأكيد ما حد يهتم بالميتين. للأسف الجثة بقت فترة طويلة، الناس صورتها بانتظار المسؤول عن ثلاجة الموتى انه يجي يتكرم ويفتح الثلاجة. معقولة احنا عندنا يعني شكل انه مفتاح عند واحد ما اجى، صار مشكلة، صار عنده حادث، احنا يبقون الموتى؟ يعني هسه عندنا ميت واحد، لو عندنا موتى يبقون هم خارج الثلاجة بهذا المنظر امام الناس والرايحين والراجعين؟ هل يعني هذا هو اكرام الميت احنا عندنا انه احنا نخليه خارج الثلاجة بهذا الوضع؟ يعني احنا يعني مع الاسف في وضع المفروض انه هاي الامور. قبل ايام احنا ايضا عرضنا انه هناك ايضا جثه ومتوفي كانت امام الناس تروح وترجع تشوف بيها، اليوم احنا جثه الطفل باقيه، الله يساعد اهله. يعني الناس ما تتحمل انه هي تريد تخلص الاجراءات اللي هي معقده اصلا، مو هي تترك تشوف الجثه، لا هي قادره تعوفها لا هي قادره تاخذها. هذا وضع يفتح ملفات مو ملف واحد. ذلك نتمنى احنا من الجهات المعنيه متابعه الموضوع وفتح تحقيق انه ليش اكو مفتاح واحد ووين المسؤول عن الثلاجه، ولازم يكون هناك مفاتيح اخرى موجوده عند اكثر من شخص وعد اداره المستشفى. ان شاء الله يكون هناك اهتمام بالموضوع وحق الرد مكفول طبعا لاداره مستشفى الموانئ حول ما شاهدنا. يمكن حتى اذا راح يعترضون او راح يردون ويقولون انه احنا بسبب الاموال المخصصه واللي لحد هذه اللحظه ما واصله، فهذا معذر كون انه هذه المستشفى بالذات انه تتمول من اكثر من منفذ، اذا كانت وزاره الصحه ووزاره الماليه وحتى هيئه المنافذ الحدوديه، كون انه هي ايضا ترفدها ببعض الاموال حتى تستمر في العمل. لكن للاسف انه احنا فلوس الضرائب والجمارك ودخول بعض المواد والأسعار اللي مفروضة على هذه البضائع اللي داخلة كلها تروح بالهدر. لحد هذه اللحظة ما شفنا أي استفادة منها على أرض الواقع، لا قدرنا نعمر ميناء البصرة الكبير ولا قدرنا أنه نبني ونرمم هذه المستشفى اللي هي تابعة للموانئ العراقية. هذه المشاكل علينا أنه نخليها أمام الجهات المعنية حتى يدرسوها بشكل جيد، كون أنه إحنا مقبلين على انتخابات وما بقى شيء إلا أيام قليلة جداً. نروح لموضوع آخر وموضوع أيضا شائك، والبعض يمكن اللي راح يشاهده راح يقول هذا الموضوع مو جديد علينا، وفعلا أنه هو مو جديد والموضوع ما ملينا من عدة لأنه إحنا دائما ما نذكره. موضوع الاستيراد والتصدير أولا راح نحكي، وبعدين هذا الموضوع راح يأخذنا للحدث اللي موجود واللي أيضا صار بسبب استياء كبير من قبل أهالي الدواجن أو المربين للدجاج الحي بالعراق. أكو فيديو خلي نشوفه وبعدها أيضا ننتقل للبصرة مع مراسلنا عمار السعد حتى نسولف بتفاصيل أكثر حول ما يحدث من نفوق أكثر من 250 ألف دجاجة بياض وأيضا لحم في البصرة وبالتحديد في صفوان وفي الخور. هذا تقريبا يعني بالآلاف حسب ما يدعي مسؤول الحقل. هذه المواضيع او هذه الفيديوهات اللي نشاهدها بالوقت الحالي واللي ايضا مستمرين احنا، كون انه في الايام الماضيه كانت في بعض المحافظات العراقيه واليوم وصلت البصره، لكن الحمد لله انه بالوقت الحالي الاصابات بانفلونزا الطيور هي فقط محصوره في محافظه البصره ولا توجد اي محافظه اخرى حسب تصريح وزاره الزراعه، وايضا وزاره الصحه العراقيه ما اعلنوا عن اي اصابه خاصه بانفلونزا الطيور للانسان اللي موجود عندنا في العراق. هذا الموضوع مهم جدا وعلينا انه اليوم نوقف عنده، كون انه
هذه الخسائر هي مو فقط خسائر مادية لأصحاب الدواجن، أكو خسائر أكبر للتجار المستوردين لهذا الدجاج، كون أنه اليوم ما تدخل الدجاجة للعراق أو ما تدخل للحدود العراقية إذا ما يأخذون عليها جمرك خاص للدولة، وجمرك بالمستور هذا خاص للجهات المعنية اللي راح تنطي الموافقات حتى يدخل الدجاج البياض إلى العراق. وتخيلوا على الدجاجة الواحدة يأخذون دولار وعشرين سنت وهم دافعين عليها ومشتريها، فتوصل الدجاجة بأسعار خيالية لأصحاب الدواجن، وبالتالي التكلفة والخسارة راح تكون أكبر. احنا حتى نسولف بتفاصيل أكثر عن 250 ألف دجاجة في البصرة في منطقتين، ينضمنا مراسلنا عمار السعد من البصرة. مرحبا عمار. مرحبا رأفت، مرحبا أزل، مساء الخير عليكم. مساء الخير عمار. عمار حدثنا، هناك اجتماعات كانت طارئة للجنة الزراعة في المحافظة، وأيضا كان يترأسها السيد المحافظ. ما هي النتائج اللي خرجت بها هذه اللجنة بعد ما تم اجتماع مطول وأيضا اتخذوا به قرارات حتى يحدون من نفوق الدجاج المتبقي في بقية المناطق في محافظة البصرة؟ رأفت، لحد الآن الوضع تحت السيطرة، هذا حسب التصريح الرسمي الصادر من قبل زراعة البصرة. هناك قسم إعلام في هذه الدائرة اتصلنا به وأكد بأنه الوضع تحت السيطرة. ما حدث بالفعل أنه هناك حقل دواجن واحد في منطقة السفوان، هي منطقة حدودية قريبة على الحدود العراقية الكويتية، تابعة إلى قضاء الزبير، وأيضا موجودة في قضاء الزبير دواجن وفي منطقة خور الزبير دواجن، إلا أن الإصابة تم التأكد منها وإثباتها علميا من خلال الفحوصات، من خلال الحقل اللي موجود في منطقة سفوان، واللي على الفور تم إغلاق هذا الحقل من قبل اللجنة الزراعية والبيطرية بمساعدة القوة الساندة اللي هي جهاز الأمن الوطني وجهاز الشرطة. على الفور تم إغلاق هذا الحقل وتم إعدام كما يقال بالمصطلح البيطري 50,000 دجاجة ليلة أمس. يعني هذه 50,000 دجاجة يعني إضافة لنفوق 250,000، يعني صار العدد اليوم في البصرة 300,000 دجاجة. رأفت هذا العدد اللي أنا تحدثت به هو العدد الرسمي الصادر 50,000 من قبل مديرية زراعة البصرة، اللي قالت في بيانها الصحفي أنه 50,000 دجاجة تم إهلاكها ليلة أمس ودفنها في منطقة سفوان للتخلص منها، وتم إغلاق الحقل ومنع التناقل أو نقل الدجاج والبيض ما بين الحقول الموجودة في منطقة سفوان كإجراء احترازي، إضافة إلى منع تصدير الدجاج من البصرة إلى باقي المحافظات أيضا كتصريح كإجراء احترازي. طبعا هذا عمار إذا تسمح لي، هذه القرارات اللي هي منع استيراد ومنع تداول البيض واللحم الدجاج من حقل إلى آخر، هذا ما راح يأثر على سوق العراق، وبالتالي أنه المواطن العراقي راح يدفع ضريبته كون الأسعار داخل الأسواق اللي هي المولات أو الأسواق المركزية راح ترتفع لأسعار الدجاج والبيض في المحافظة. رأفت، هو هذا الحل الاحترازي الوحيد اللي تقدر البيطرة والزراعة أنه نسويه من أجل عدم تفاقم الموضوع وعدم انتقال العدوى ما بين الدجاج، وبالتالي يؤدي إلى خسارة الدجاج كله، وهذا الأمر يؤدي إلى خسائر فادحة عند التجار المستوردين وعند التجار المربين وأصحاب الحقول. مديرية الزراعة من خلال دائرة البيطرة أكدت بأن السبب لحد الآن غير معلوم، بينما وزارة الزراعة أكدت اليوم من خلال تصريح صحفي لأحد وسائل الإعلام، أكدت بأن الدجاج المستورد البياض من تركيا والمستورد بطريقة غير رسمية أدى إلى انتشار هذا المرض، مرض إنفلونزا الطيور. أيضا وزارة الزراعة اليوم قالت بأن هناك بوادر لهذا المرض موجودة في واسط، وبوادر في هذا المرض موجودة في الأنبار، وهناك حقول تم غلقها اليوم حسب ما سمعت أنا في منطقة الفلوجة. أيضا إذا الموضوع انتقل من البصرة حسب وزارة الزراعة إلى باقي المحافظات الأخرى، لذلك هذا الإجراء الاحترازي حاليا بمنع التنقل ما بين الدجاج ما بين هذه خطوة خطوة جيدة عمار إذا تسمح لي، هذه خطوة جيدة اتخذتها لجنة الزراعة في مجلس محافظة البصرة، وأيضا بعض الجهات المعنية اللي هي قامت بمساعدة اللجان الأخرى. هذه اللجنة طارئة، مو لجنة الزراعة. طيب اللجنة الطارئة اللي اتخذت مثل هذه القرارات ورموا الكرة في ملعب وزارة الزراعة، ووزارة الزراعة أيضا صرحت مثل ما تحدثت حضرتك
انه يقولون بسبب الاستيراد اللي هو غير رسمي. طيب اذا كان استيراد غير رسمي هذا بحث غير اخر، وهذه السالفه تخص وزاره الزراعه، ونتمنى يكون اكو رد من قبل الوزراء. لكن سؤالي لك كونك انه انت قريب من الحدث وفي نفس المحافظه وعندك اطلاع تام مع اللجنه الطارئه حول ما يحدث في البصرة من نفوق أعداد كبيرة اللي هي مثل ما ذكرت 50,000 دجاجة، وهذا عدد مو هين ولكن خسارته أرقام كبيرة جدا. اليوم هذه اللجنة الطارئة قررت بتعويض أصحاب الحقول والدواجن عن الخسائر المادية الكبيرة؟ لحد الآن اللجنة اللي موجودة ومشكلة من قبل محافظ البصرة، نعم، ودائرة الزراعة والبيطرة والأمن الوطني وجهاز الشرطة، شغلتها حاليا فقط مواجهة المشكلة وإعلان حالة طارئة لمواجهة هذه المشكلة. الكلام عن التعويضات وعن الخسائر التي تكبدتها المجازر أو حقول الدواجن أو التجار، هذا الموضوع راح يكون ما بعد السيطرة على المرض، حتى بعد ذلك يتم مناقشة الموضوع ودراسة موضوع تقديم تعويضات إلى هؤلاء المتضررين. طبعا بالمناسبة رأفت، من خلال هذه الأزمة تم الكشف عن الكثير من حقول الدواجن الغير مجازة والغير رسمية اللي تقوم بتربية الدواجن وتقوم بالكثير من الأمور بعيدة عن الرقابة، وبالتالي لربما مثل هذه الأزمة الحالية كشفت عن وجود هذه الحالات اللي البعض يتهمها بأنه هي أيضا من تسببت بعملية المجيء بدجاج مريض وناقل الفيروس وبالتالي نشره في هذه المنطقة. فعلينا اليوم احنا لازم نوصل صوتنا لكل الجهات المعنية، عليكم بأخذ إجراءات وخطوات حقيقية صارمة حتى نحد من وجود حقول ودواجن غير مجازة من قبل وزارة الزراعة وأيضا من قبل وزارة الزراعة وأيضا دوائر البيطرة اللي موجودة في المحافظات العراقية. عمار سعد مراسلنا من البصرة، شكرا لإعطائك هذه التفاصيل المهمة حول نفوق 50,000 دجاجة في البصرة. لكن ما تحدث به عمار وحسب تصريح وزارة الزراعة العراقية ويقولون بسبب الاستيراد المخفي أو الغير مرخص، هذه كارثة، واليوم تفتح لنا أبواب فساد أخرى كون أنه الاستيراد والتصدير ما عليه رقيب من قبل كل المنافذ الحدودية. احنا عندنا منافذ حدودية كبيرة جدا، هي إدانة الجهات المعنية نفسها طبعا. فاحنا اليوم عندنا منافذ حدودية كبيرة جدا، واحنا دا نحكي عن منفذ مهم من اقليم كردستان اللي هو رابط مع تركيا. فاذا دخول هذا الدجاج بعيدا عن انظار الجهات المعنية شلون وصل لبغداد وشلون وصل للبصرة، ماكو سيطرة اليوم تسمح بدخول دجاج اذا مو اكو موافقات رسمية. وبالتالي هذه الموافقات مثل ما ذكرت قبل قليل تجي من وزارة الزراعة ومن العمليات المشتركة اللي عندنا، وبالتالي على الدجاجة الوحدة يوصل سعر الموافقة $1.20. يعني ماكو تاجر اليوم يقدر يستورد مثلا 100,000 دجاجة، لا، مليون وفوق. وانتم متخيلوا مليون دجاجة اذا دخلت العراق ايش قد راح ياخذون عليها حتى يعطوها موافقة؟ $1,200,000، وهذا الرقم كبير جدا، وبالتالي يثقل كاهل المواطن الفقير، لانه الفقير هو بس اللي واقع بها. اليوم انا من تاجر ومجبور انه انطي حتى ادخل كل هذه الاعداد من الدجاج واوصلها للمحافظات العراقيه، من اجل اليوم انا كمواطن اريد اشتري راح يزيدون السعر علي. من حاججهم اقول ليش؟ يقول والله احنا بدنا ندفع ضرائب وندفع جمرك ونقل واعلاف ولقاحات وهذه اللجان اللي تطلع من البيطره حتى تكشف عن المنتج اللي داخل او حتى عن الطيور اللي داخله الدجاج وغيرها، وهذا كله مصاريف زايدة احنا نتحملها. فاحنا منين نطلعها؟ غير نطلعها من السوق ونبيعها للمواطن حتى نرفع الأسعار، وبالتالي هذه كارثة كبيرة علينا ان نوقف عندها بجد حتى نقدمها للجهات المعنية، والجهات المعنية تاخذون اجراءات حقيقية وصارمة لمنع مثل هذه الحوادث تكرر بالأيام القادمة. طيب إذن هذا الموضوع احنا هسه فتحنا اكثر من باب، بس هسه واحده من البيبان اللي انفتحت انه هناك دواجن غير مرخصة، فهذا ايضا لازم يكون هناك يد للمحافظة والحكومة المحلية في البصرة. اللي يهمنا حاليا أو أهم ما في الموضوع أنه لحد الآن ماكو إصابة بشرية الحمد لله والشكر. طيب نعوف الموضوع ونتمنى إحنا، يعني البصرة حاليا هي سوت لجنة طارئة لبحث القضية للحيلولة دون انتشار المرض إلى بقية الدواجن وإلى طبعا حتى بقية المحافظات. نروح للموصل ومنطقة الإصلاح الزراعي، هي الموصل بشكل عام هي تعاني من نفس الموضوع اللي راح نحكي به في الإصلاح الزراعي. إحنا هسه حاليا بصيف، هاي المشاكل المفروض نشوفها المفروض بالشتاء، هي المفروض ما نشوفها، بس إحنا يعني طبيعي بالعراق أن بعض المشاكل موجودة صيفية وعندنا مشاكل
شتوية. المشكلة هي موضوع الأنقاض والنفايات وتراكمها في هذه المنطقة اللي لحد الآن الناس تعاني من موضوع الأنقاض وحتى الجثث. لازم يكون هناك حملة كبرى في الموصل لرفع كل هذه الأنقاض. إذا فعلا هناك نية لإعمار الموصل نروح نشوف الناس شنو حكت وشوفوا أنتوا الصور. أنا أعتقد حتى لو ناس ما حاشية الصور كفيلة أو المقاطع الفيديو أو الموضوع كفيل بأنه يترجم الواقع المزري اللي تعيشه الموصل. منطقة الإصلاح الزراعي هاي الوساخ بلدية الموصل ما يشتريك والله ما يشتريك. هذا مثل هذا 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 الشارع العام سقطوه سقط ما يشتريك. هذا من بس بوقت الانتخابات يجون ما شاء الله ما يشتريك. لا الله يقبلون محمد عليهم بس على جماعة الخصولة يجون يزالوا يفلشون يكسرون يمشي. لا الله يقبلون محمد دعك على هاي الوساخ. الله يقبل محمد يقبل. هاي صار لها من 2006 والله عظيم دعك على هاي المنطقة سقطوه سقط. لا الله يقبل محمد ضحك على وساخ الوراكينة ضحك عليهم المخازن بس لاحقين العالم الفقرة يجي يكسر قصولة العالم ويمشي. والله شنو إزالة بلدية سعادة عشان هذا الوساخ مع العالم سقطت المحلة. هذا اشتراء ضحك عليه. أول بلدية أول ما يجي يرفع الأنقاض جنوب الشارع شمال الشارع يقول هذا مو مسؤوليتي مو قاطعي. وعندنا سايدي أن يرتبطن بالهرمات على 17 تموز وصار لهن بعد التحرير لحد الآن ما عادوهن. وهذا منفذ للمحافظة 2 وبأكملها. نتمنى الخير للشعب العراقي ونتمنى الخير للشعب الموصلي عامة. لا ما شفنا مسؤولين وقت الانتخابات. نعم تصير حملة مع المسؤولين يفترون للمناطق وصير توزيع مواد غذائية للانتخابات. منطقة إصلاح الزراعي ناشد مدير بلدية إصلاح الزراعي. هاي الأنقاض ما حد يجي يشيلها يجي يشيلوا قلابتين من قادي وما يشيلها. هاي الأنقاض دحقوا الشارع مسدود المجاري مسدودة هاي أمراض كلها. هاي الشارع 60 مسدود مو من زمان يعني مو اليوم والبارحة. ناشد المحافظ ناشد القائم مقام هاي وصايخ أمراض ما حد يجي نقول له شيله يشيله قلاب من قاعدي ويمشي. هاي الأمراض هاي كل أطفال بالشوارع تلعب مجاري مسدودة. طيب هذه هي معاناة منطقة الإصلاح الزراعي في الموصل وأنا أعتقد هاي معاناة الكثير من المناطق في الموصل. لازم هناك تصفية حسابات بين السياسيين هناك والبدء والحكومة المركزية لازم يكون لها دور والبدء من جديد فعلا بحملة كبرى لإنقاذ الموصل من الأنقاض اللي فعلا هي غطة الموصل هي والنفايات. إن شاء الله يكون هناك فعلا صدق نوايا على الأقل قبل الانتخابات حتى احنا نشوف الموصل بغير هذه الصورة اللي شايفينها. هم ناس أموات تمشي على الأموات للأسف. فعلا هذه المواضيع مهمة جدا علينا أنه اليوم نركز عليها حتى على الأقل ينقذون ما تبقى من أهالي الموصل كون أنهم عاشوا في فترة مأساوية جدا. ولحد هذه اللحظة نتمنى أنه يتم إعلان المحافظة منكوبة بشكل رسمي حتى على الأقل تكون لها مساعدات كون أنه ما تحدثوا من أجل إعادة إعمار نينوى في الأيام الماضية أو في السنوات الماضية الفلوس اللي وصلت لنا من قبل كل الجهات إذا المشاركة في الإعمار هم فلوسهم ما وصلت لأرض الواقع وبالتالي تقسمت على بعض الجهات اللي كانت مشاركة وحناجرها تصدح بإعادة إعمار نينوى بأي شكل من الأشكال. لكن للأسف واقعنا بالعراق معروف. نروح لموضوع آخر وهذا الموضوع أيضا مهم جدا منذ بداية الموسم وإحنا لحد هذه اللحظة نذكرها بين حلقة وحلقة اللي هي أزمة شح المياه اللي سببت لنا بخسائر كبيرة جدا على مستوى الزراعة بالعراق وكل المحافظات العراقية إذا كانت في الوسط أو حتى بالفرات الأوسط وجنوب العراق. ليش لحد هذه اللحظة ما تمت معالجة كل هذه الأمور اللي يتم طرحها في البرنامج وأيضا يتم طرحها في نشرات الأخبار؟ إحنا أكو فيديو مهم جدا خلينا نشوفه ونتمنى أنه يوصل للجهات المعنية حتى بعدها نتحدث بقراراتهم اللي صرحوا بها بالأيام الماضية. هذه منطقة يتبزع الشيشبار منطقة اللي ذهب تقع بين بغداد وبين بابل يعني بالضبط منطقة وسط.
وشاحة المي هذه الموجودة اللي شفتوها، شاحة المي هذه أثرت علينا هواي هواي، أثرت علينا وبالأخص الحنطة شفتوا البذور شوفناكم إياها، ما جت مو زينة، تاجيتها خلاص مو زينة. يعني الدونم ذا بعدنا 3 وزنات 4 وزنات بالكثير، ذا بعدنا الدونم نتيجة شحة المي. السبب البذور محموسة، سقط محموسة، وسبب المي المالح. احنا جنوب بغداد هنا ميها على شي شبار، بس هاي السنبله، يا سنبله هسه هذه هاي كلها خساره خساره. هاي السنبله مو هي، مو سنبله هاي، حتى حبوبها وقفشه منتهيه ما بيها حبوب. يعني السنه الحنطه هاي كيمياوي الداب ذبينا على القاع الاسمده وغيرها وكذا، يعني هسه هاي ما بيها حبوب، سنبله ما بيها، مي مالح والحبوب محموسه، يعني سقط الحبوب كلها مضروبه، وهاي ناتجها، هذا مو ناتجها. الناشد سيد رئيس الوزراء، وزير الزراعة، الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، المنظمات الإنسانية، حقوق الإنسان، إنه يسوي لنا حل، لأنه هلكنا، هلكت الأراضي مالتنا، هلكت المواشي، وقعنا يعني بحيث إحنا هسه ما حد يمتلك يروح يشتري قنيط طحين ما عنده. فإحنا من خلالكم نطالب الحكومة إنه يوصلوا لنا المي، لأنه هذا تفضلوا هذا 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 النهر صار له أشهر ما واصله مي. هاي القاع قدامك لا بذور لا مي، ميها على اساس على ششبار، ششبار منها بعيد، ميها ما يصعد، حتى لو ششبار موجود مي فميها ما يصعد. هاي اول نقطه. ثالث نقطه، انطيناها مي من المي مال مجاري مال المصب العام، مجاري بغداد، عايف شغلي، عايف دراستي، وعايف عملي كله في سبيل انجح هاي القاع، وتالي ما تالي لا مي لا بزر. إذن أهالي منطقة الشيشي لهم معاناة كبيرة جدا بسبب أزمة شح المياه وخسارة كبيرة بالمحاصيل الزراعية نتيجة هذا الشح اللي موجود في نهر الفرات ودجلة. لكن قبل أيام كان تصريح لوزارة الموارد المائية، قالوا إحنا شكلنا لجنة، وهذه اللجنة راح يترأسها أحد المسؤولين الكبار حتى يناقش الجانب السوري والجانب الإيراني حول حصة العراق من المياه الإقليمية، وللأسف أنه عافوا المركز الرئيسي والتجأوا للمراكز الجانبية حتى يناقشون هذه الأمور المهمة اللي إحنا عايشيها منذ عام 2007 ولحد هذه اللحظة. إذن باشر نكمل بقية المواضيع، وهذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر في أمان الله. إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.